جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيكا اكس تي، بس اليوم مو رح نلعب، لا اليوم رح نشوف ايميل جديد رسلت له او رسلت لي اياه شركة لعبة بيكا اكس تي الادمن. هيك طبعا هي قصة حقيقية صارت مع تشارلي مؤخرا، سو يب احنا اليوم رح نشوف ايش صار معه وهيك كثير اشياء. ويب طبعا قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة لحتى نشوف شو رح يكون بالتحديد، شايف هيك اشياء اللي صارت مع تشارلي او ادمن وكثير اشياء. المهم هلا طبعا بيفور ستارت لا تنسوا ثواني هلا طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك، وطبعا خليني افتح هالبيضة او لا المهم طبعا لاست كونكشن لا ليش المهم طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة لحتى نوصل ل 100,000 مشترك. كمان حطوا لي لايك عشان استمر بتنزيل فيديوهات، فيب انه شجعوني. المهم طبعا هلا خلي لكم اول شيء شوي عن هذا الايميل اللي وصلني. على فكرة النت كتير ضعيف ما بعرف ليه، بس عن جد او ماي جاد شو بدي اساوي؟ What I have to do? What do I do? ما عليكم. طبعا يا جماعة رسلوا لي هذا الايميل انه قصة حقيقية صايرة مع تشارلي مؤخرا. تشارلي هي ادمن بلعبة بي كي اكس تي اكيد بتعرفوها، وهي اللي بتبعت لنا دائما هيك ايميلات. طبعا هذا الايميل اول شيء وصلني بالانجليزي بس انا ترجمته العربي، فرح افرجيكم اياه هلا شويه، بس اصبروا شويه تابعوا معنا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الايميل اللي رح نقراه هيك اشياء. هلا رح افرجيكم اياه اوكي، بس خلي لكم طبعا هو بده يصير تحديث جديد، ما بعرف صراحه انت بالضبط، وهذا طبعا ايميل غامض مسرب من التحديث القادم. هلا طبعا انا اعتقد انه هلا بدي اني افرجيكم اياه ونقراه مع بعض لحتى انه نتمكن انه نحل هذا اللغز. وطبعا يا جماعه اكيد اشتركوا هلا يلا ليتس جو عشان نشوف الايميل. اوكي مرحبا اسراء جيمر، كنت مررا على الشاطئ وعندما نظرت الى الجانب رايت حشدا من الحيتان في الماء، كانوا يمارسون السباحة المتزامنة كما لو كانوا يرقصون. او ماي جاد كيف؟ اعتقد انه كان مثيرا للفضول لاننا لا نرى الكثير من الحيتان معا، لكن لا مشكلة. واصلت طريقي الى منزلي جاني، لكن بعد ذلك القيت نظرة على الشاطئ مرة اخرى ذهبت الحيتان. لقد خافت، هل كانت لدي رؤية؟ هل أصبحت نفسية؟ أعتقد أنني ذاهب لرؤية الطبيب. بمجرد أن تصلني بعض الأخبار سأعود لإخبارك. أوكي طبعا هن بيقولوا أنه ثواني، هذا طبعا هي تشارلي. أوكي شوفوا شو بتقول. كنت مررا على الشاطئ، كانت أوكي خلي أنا أحكي لكم، كانت رايحة على البيتش، يعني let's go to the beach. يعني كانت رايحة على شو اسمه الشاطئ البحر. أوكي وراحت ولما شافت للجانب، انه لما راحت شافت الجنب تبع المويه تبع اللي بالبحر، شافت كتير حيتان بالمويه كانوا بيسبحون، ويعني هيك فهمتوا انه بيسبحوا، الاسماك بتسبح. وكمان كانوا بيرقصوا، في بعض كان بيرقص، كان في كتير حيتان فهمتوا بترقص مدري ايش، يعني هيك بترقص وبتسبح وهيك. بعدين اعتقدت انه كان مثير للفضول لاننا لا نرى الكثير من الحيتان معا. صح بالبي كي اكس تي ما عنا كثير حيتان، عنا بس شوية حتى لو ما عنا. المهم لكن لا مشكلة، واصلت طريقي الى منزل جاني، لانه هي كانت رايحة لبيت جاني، عرفتوا جاني صح؟ المهم كانت رايحة لبيتها. المهم بعدين كملت، لكن لما كانت تتمشى راجعة لبيت جاني دارت انه هيك رجعت القت ندري، لقات انه كلياتهم اختفوا، فهي انصدمت شلون انا والله بس هلا شفتهم ليش اختفوا هيك فجأة. فهذا الاشي هي ظنت انه هاي رؤية وصارت مريضة نفسيا،
سؤال هيك قالت انه بدها تروح تزور الطبيب او الدكتور، فبعدين لما تروحوا هيك اشياء رح ترسل لنا كمان ايميل تاني، واكيد لما يرسلوا لنا ايميل تاني او يبعثوا لنا ايميل تاني رح اصور لكم فيديو عشان اني اشاركه معكم. اوكي اوكي طبعا هذه هي الصوره، هذه هي تشارلي. انه شوفوا شلون هي مصدومه عشان بتشوف هذا الاشي انه في كتير حيتان او في كتير سمك. فانا بعتقد انه هذا بده يكون هيك تحديد تبع انه الاسماك وما ادري ايش، فهذا الاشي اللي انا عم بعتقد. واكتبوا لي انتم يا جماعه توقعاتكم بالتعليقات. انا كثير حبيت هاي الصوره انه شوفوا شلون فيها كثير كثير من الاسماك، عاده ما بيكون عنا هذول بالبي كي اكس دي. سايب يب يا جماعة اكتبوا لي توقعاتكم، يلا هلأ بالتعليقات اكتبوا كل توقعاتكم وشو بتتوقعوا انه بده يصير، انه هل معقول بده تصير كتير حيتان او اسماك؟ شوفوا شلون انه هذا يب هذا بالضبط، هذا بده يصير منه كتير، ما بعرف بس شكله بدهم يسووا تحديد تبع فصل الصيف. هذا هو توقعي انه بده يصير تحديد فصل الصيف، بده تصير هون كتير اسماك ورح يسوون جو كتير حلو. اذا عم تتذكروا انه كان وصلني ايميل زمان شهر تقريبا او شهرين، صار لي شهرين او شهر بعثوا لي ايميل وكنت شاركته معكم انه تبع جزيرة والقراصنة وهيك سفينة ومدري، فاعتقد ان هذا التحديث اللي كانوا بيقولوا عنه، وانا لحد الان ما بعرف امتى رح ينزل. ان شاء الله طبعا بس يبعثوا اي اشي جديد بدي خبركن عنه عشان انكم تعرفون ايش بده يصير بالتحديث الجاي. يعني كمان اي ايميل بيبعثوا لي انا كيوتيوبر بدي اكيد اني اشاركه معكم. بس طبعا يا جماعة هلأ هيك نكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، وهيك لا تنسوا انكم تشتركوا بقناتي تضغطوا على سبسكرايب عشان نوصل 100,000، لانه اللي ما يعرف بال100,000 رح سوي اول شي حفلة باي لعبة بدكم، ثانيا حفلة بالحقيقة، ثالثا اختي دانا رح تطلع وشها ونضل هيك نسوي فلوجات انا وياها وهيك فيديوهات بالفيس كام نلعب هيك. رابعا رح نسوي سحوبات برابلوكس وكمان ببي كي اكس دي، كمان اذا كانت هيك العاب تانية بدكم، وكمان طبعا يا جماعة بدنا نوصل قبل عيد الاضحى عن جد. يلا بدنا نوصل هلا، انا عندي 96,000 فبدي نوصل ل100,000. اوكي ما ضايل شي يعني شوفوا كم ضايل 4,000. يما عمطنا من الحماس، بدنا نوصل سريع. اوكي يلا بحبكم كثير وانا بثق فيكم انكم رح توصلوني قبل العيد، يلا بليز لا تخجلوني وصلوني سريع. يلا اشتركوا شاركوا الفيديو وقولوا لرفقاتكم عشان يشتركوا بقناتي. بس احبكم وحطوا لايك وباي.